الاختلاف المدروس هو بداية النجاح لأي مجال. تعرفنا اليوم ويا بعض على مصممة أردنية اسمها لارا علي، تصاميمها وايد جميلة، واللي ميزها قصات التصاميم، لمستها العربية وهويتها العربية الجميلة اللي واضحة من تصاميمها، واللي زادتها فخامة أيضا بالشك اليدوي. خلونا نتعرف عليها في هذا اللقاء. أهلا مرحب فيك لارا علي، صاحبة براند لارا علي في أسرار الجمال لليوم. أهلا فيكي، أهلا شرفتونا وأنستونا والله، وأهلا سهلا فيكم معنا اليوم. لارا، المميز فيك اللي أحسه فعلا مميز بأن كل تصاميمك اللي موجودة هنا واللي شفتها فيها روح عربية، هل تحرصين على هذا الموضوع؟ أنا كتير بحرص على إنه نبين هويتنا العربية، لأنه اللبس اللي إحنا نلبسه هو بيظهر شو إحنا، صح، وشو هويتنا وشو إحنا من جوا. فبما إنه إحنا نعيش ببلد بالإمارات العربية وبلدنا الحبيب الإمارات عم نعيش فيها وفيها جنسيات جداً مختلفة، فحلو الواحد يبين جنسيته وهويته من خلال طريقة لبسه، فعلاً، عشان يكون يعني يظهر شو جواته. فعلا، لأن العرب أكيد متميزين عن الباقي، كل شخص متميز بهويته أكيد. طيب السؤال، تحبين وايد بعد حسيت النقش اليدوي مثل بعض القطع، مثل هذه القطعة السوداء اللي عليها ألوان التركواز والأحمر والوردي، هل المرأة العربية بعدها تحب النقش اليدوي؟ شوفي، يمكن إحنا كنساء عربيات محظوظين بوجود تراث عربي وبوجود اشياء قديمه عملوها جدودنا وامهاتنا موجوده من زمان، وكنا دائما المراه العربيه مشهوره بحبها لللباس ودائما بزيها الجميل. فانا حابه كنت اجيب هذا الزي الجميل اللي هو من الاف السنين وارجع، صح، اظهره بطريقه تناسب المراه العصريه هلا، فعلا، ويضل بعيون حتى الجيل الجديد واولادنا. مثل القطعه اللي لابستنها اللون الموحد هذا، كيف من ممكن ان نوظفها نلبسها خلال النهار وممكن ان نلبسها خلال الليل؟ هل من الممكن نلبسها في الوقتين؟ طبعا فينا نلبسها بالصبح وبعد الظهر والمساء، لكن حسب كيف بنعمل لها الستايل تبعها. هلا بهالطريقه لما انا البسها بلون واحد بهاي القماشه اللي شوي شايني اعطتك اللوك، ومع هاي هيل وهيك اعطتك لوك انه هو فورمال اكثر. هلا لو انا بدي البسها سبور، انا طلعت بدي اطلع البسها سبور، انا اذا هذا لوك ليلي، لوك ليلي. لوك ليلي بعد الظهر لليل، والنهاري؟ بعد الظهر لليل. نهار اذا الصبح طالعه وهيك لا، ممكن اشيل التراوزر، ما اعمل كوردي نفس اللون، نعم، بعطيه على جينز، بقدر اعطي السليبر يعني ادجي مثلا الشوز او سنيكرز ممكن، يا ممكن اشيل البلت. اوكي، وعرفتي، فخلص اعطيته يصير زي قميص مع بنطلون بتاتش برضه، صح، حلوه وبستايل حلو فعلا. الاشياء المميزه ايضا بتصاميمك موضوع الريش، النساء اغلبيتنا نحب الريش لان نظهر بلوك يمكن نحس بان ملكه داخله على المكان، يعطيها وايد ثقه بالنفس، ولكن انت ايضا وظفتي الريش ب احس ديزاين يبان شوي عربي. شوفي هلا نحكي عن قطعه عن قريب، هذا اللي حكيتي عنه هو عبارة عن فيست، نعم، وتراوزر. أنا دائماً أكتر هوم سيتس عم بيكونوا بحب أريح المرأة بأنه خلص ما تفكر شو بدي ألبس عليه، خلص هو، نعم، جاهز، وفيكي أنت تستعملي تراوزر لحاله والفيست، نعم، لحاله، نعم. الريش طبعاً هو موضة من السنة الماضية والسنة اللي قبلها، وبرضه لسه معنا، صح، هاي السنة اللي هو والفرنج وكله دارج معنا كمان هاي السنة، لأنه أنا بحب الروح العربية بالقطعة. ما هذا ما بيمنعنا انه احنا كمان نتابع الموضه مع القطع العربيه، فروح التراث مع روح العربي، مع برضه هي هلا هاي القماشه احنا بنعرفها كعرب انه هي فيها تاتش عربيه، لكن اذا اي حدا من جنسيه اخرى رح يحسها انه هي نوع من الفابريك مختلف، برنت شوي، صح، برنتد فيه الوان. فهاي القطعه بتجذب صراحه تقريبا اكثر الجنسيات اللي، نعم، وبتناسب المراه المحجبه وغير المحجبه، صحيح. اذا فيست ممكن تلبسيه عادي كات تحته توب ريتيل، واذا محجبه بتلبسي تحته قميص طويل.
موضوع الريش في أوقات كثيرة يعني النساء يحتارون، هل من الممكن أن يلبسون ريش خلال النهار وخاصة مثل القطعة اللي استعرضناها الحين؟ هلأ شوفي الحدود اللي منحطها للبس إحنا فيها القطعة، يمكن إحنا منحطها لحالنا، يعني أنا بشوف كل شيء بقدر أعمله وبقدر ألبسه، بس كيف بوظف هاي القطعة وبلبسها. أنا بالنسبة لي وكمرأة بحب أظهر دائماً بلوك مختلف، بلبس الريش بنهار مثلا زي القطعة اللي شفناها، هي بس بلبس تحتها قميص يمكن لونه قريب من الهاي اوف وايت مع جينز. الجينز هو دائما بعطيك اللوك للسبور، ممكن تلبسي سنيكرز معها. هلا اذا دمجتي بين التيرن او سمول هيل معها مثلا. لا لا، في بعض القطع ايضا تميزتي فيها بالجرأة، واحس ان المرأة الجريئة تختار مثل هذه القطع، يبالها جرأة تكون ايضا شخصيتها جريئة. خبرينا اكثر عن هذه القطعة وخاصة انها كلها جليترز ولكن بعدة الوان. مضبوط حكيك، هاي القطعة جريئة بألوانها وباللوك تبعها، وهي ثلاث قطع، هي قميص وبنطلون والجاكيت هذا، لأنه بدنا المرأة تطلع شوي عن حدود إنه الجرأة بلبسها بالطريقة الإليجنت، يعني تكون متقنة لبسها، متقنة أناقتها، عرفتي؟ فنطلع من برا هاي الحدود. وهاي القطعة باي ذا واي بتقدر تلبس كمان بطريقة مش إنك تلبسيها بس لليل، طبعا بالسيكونس أكثر ليلي، ما فينا نقول السيكونس مش والشك مش إنه قطعة ليلية، لكن برضه أنا عشان قطعي بتحاول تخدم المرأة بكل الأوقات، عملت 3 بيسز. التاي اللي موجودة هون من السيكونس هي ريموفابل، فيها تشيلها وبصير قميص بينك عادي. والبنطلون نفس الشيء، سيكونس جوا فيها تزهره فيها ما تزهره، فهي بتقدر تلبسها بالقميص والبنطلون بالنهار. صح. عندك بعد تصاميم للجمب سوت، تصاميم نهارية من الممكن أن المرأة تستخدمها خلال النهار أو تلبسها خلال النهار، ولكن المميز فيها أيضا الديزاين الألوان مع الأبيض، خلينا نستعرضها وخبرينا عنها أكثر. مظبوط. هلا الجم سوت هي، انا بعد ما تحجبت كانت بالنسبه لي موضوع الجم سوت صعب اني استخدم هاي القطعه بالحجاب، لانها بدها تكون مثلا زي عندك هاي الابيض، لانك قلتي الابيض. هاي القطعه هي عباره عن جم سوت اجرها عريضه، بس عشان اخبي منطقه الارداف حطيت لها قطعه بلت برضه معه التطريز اللي عليه. واخترت اللون الابيض لانه قلت لك انا بحب الجرأة بالقطع والجرأة بالالوان. اللون الابيض كمان يعني بيخدمنا باكثر الاوقات، فيك يخدمك صبح فيك يخدمك حتى المساء. نزلت الحين موضة او ردت هذه الموضة اللي هي الاكتاف العريضة الخصر اللي شوي يعني مرسوم بحزام او غيره، او يمكن من ناحية القصة، ويمكن هي موضة خمسينات وستينات، ولكن عاودت الانتشار وبقوة بدور الأجزاء العالمية خاصة مؤخرا. شو رايك فيها؟ هل انت معها؟ صح. هلا كمان دارج الاوفر سايز اللي هو الكتاف برضه الاوفر سايز اللي تكون موجوده. لا شوفي، هي اكيد حلوه هاي الموضه، نوع يعني هي حلوه، لكن طبعا ما بتناسب كل الاجسام صراحه، يعني ما بتناسب الاجسام اللي عندها من فوق عريضه، لانه هي بتعرض، هي بتناسب اللي كتافه رفيعه عشان يعمل توازن بين الكتف والارداف، عرفتي؟ بس هي اكيد شوفي كل موضة حلوة، أنا بقول ما في إشي اسمه الموضة، إذا عم تلاحظي هي متكررة. هي عم تيجي بغيروا ألوان، الموضة موجودة من عشرات وآلاف من عشرات السنين ومئات السنين، لكن إحنا بنوظفها. الموضة بتتوظف، مش إحنا بنتوظف للموضة، إحنا بنوظفها على ستايلنا، على حياتنا، على جسمنا، على شخصيتنا. على يعني حتى اللون، في ناس بقول لك هذا اللون بيناسب وما بيناسب، أنا مع وضد بنفس الوقت، لأنه احنا اذا بنحب شيء نعمله ونلبسه. صح. لانه انت اللبس بيعطينا ايجابيه من جوا، اذا انا مرتاحه البس هذا الشيء ايضا وثقة، اذا انا مرتاحه البسه ليه بده ينفرض علي انه مو حلو علي؟ طيب اتس فاين، مره مش مشكله. فعلا. اكيد كل التوفيق لك لارا، ولكن نبى منشر لي اسرار الجمال عن الاناقه وكيف نختار ما يليق بنا. حبيبتي انا انبسطت معكم كمان، نحن اكثر، والسر بسيط جدا، نلبس شو بيريحنا وشو بترتاح له عنا. اللبس اللي خلق لإحنا نرتاح من جوا ونرتاح فيه، فإحنا نلبس الشيء اللي بريحنا واللي عنا ترتاح له، وقتها صدقيني كل الناس حتشوفنا بأجمل ما يكون، وحنشوف أول إشي نفسنا إحنا بأجمل ما يكون واللي حوالينا. شكراً لإلك حبيبتي. شكراً لك لارا علي وصاحبة براند لارا علي، كل التوفيق حبيبتي. شكراً لإلك. شكراً. مشاهدينا بنروح فاصل، عقبها مستكملين وراكم أسرارنا للجمال اليوم، خلكم ويانا.